بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية. أهلا وسهلا بحضراتكم، والنهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن البرلكس أو الجبريليك أسيد. البرلكس أو الجبريليك أسيد والقرص اللي انت بتشوفه ده، تمام، أو الحباية البيضة اللي بقول عليها فياجرا النبات. طبعا الناس عمالة بتتكلم وخلاص، ركز معايا، الحبة البيضة أو القرص الأبيض مش الحبة الزرقاء، علشان دماغك ما يروحش بعيد، بس وتقدر تركز معايا لاخر الفيديو عشان الله يديك تسمعه مظبوط يعني، تمام. اولا الجبريليك يا جماعه من الهرمونات النباتيه اللي النبات بيخلقها طبيعيا في مناطق معينه من النبات، وهو هرمون من ضمن الهرمونات النباتيه زيه الجبريليك وزي ال الأوكسينات والأوكزين والأبسيسيك أسيد، هرمون برضه بس بيصبط بوقف النبات، وزي الإيسيلين اللي هو هرمون النضج. كل الحاجات ده هي الهرمونات النباتية، على رأسها الجبريليك ده اللي أنا عايز أتكلم عليه بالتحديد، لأن مشاكله كتير جدا جدا جدا، تمام، وخصوصا إخواننا السوريين تقريبا يعني ما فيش واحد فيهم ما بيستخدمهوش، صيف شتاء ليل نهار شغالين بالجبريليك أسيد ده. جبريليك أسيد يا جماعة زي ما هو ليه فوائد برضه ليه أضرار، ولاحظ تماما عشان تبقى عارف، شركات تحت السلم وبقولها بأعلى صوتي، واللي ملاحظهاش يلاحظها لأن في تحليلات أساسا حصلت قبل كده، شركات المغذيات تحت السلم بتاخد لك الأحماض الأمينية أو تاخد لك المغذيات بتاعتها وبتطحن الجبريليك أسيد، تمام، او البرلكس بتطحنه وتضيفه في العبوات بتاعتها دهية، تمام، لان اولا سعره ضعيف، ثانيا مجرد ما بترشه على اليوم الثالث بتبص تلاقي النبات ابتدى يجدد وابتدت القمة النامية بتاعته تصفر. ولكن على دي حاجة يمكن اول مرة حد يعرفها، تمام. طيب المخاطر بتاعته ايه؟ الفوائد بتاعته ايه الاول؟ الفوائد بتاعته بالنسبة للإخواننا بتوع العنب طبعا بيستخدموه في الخف واستخدموه في التحجيم بتاع حبات العنب، ولكن بحذر يعني، تمام، إذا كان هم بيستخدموه في التزهير وبعد كده بيستخدموه في زيادة الحبة بتاعت العنب، ده لهم شغلهم، وطبعا ده مش شغلنا احنا ولا اختصاصي. في ناس فيديوهات كتير جدا على اليوتيوب، اللي عايز يدخل القصة دي يدخل لها، ولكن هنتكلم في الخضر. في الخضرة يا جماعة استخداماته هو كويس جدا، مفيش أي مشكلة فيه، ولكن حذاري إنك تستخدمه بإفراط، وإنك تستخدمه بلا داعي للاستخدام. أول حاجة ما تستخدموش بإفراط، تاني حاجة ما تستخدموش بلا داعي للاستخدام، بمعنى إنك أنت النهاردة زارع شوية خيار عندك، أو زارع كوسة، أو زارع طماطم، والدنيا كويسة وماشيين زي الفل، تمام؟ إيه الداعي اللي يخليك تجيب الجبريليك عشان رخيص وتصحن فيه كل يوم وترش النبات بتاعك؟ ملوش داعي اطلاقا انك تعمل كده. طيب امال اصلا يعني ارشه امتى؟ شوف يا سيدي، عندنا الجبريليك اسيد اولا استخدمه دايما مع الاحماض الامينيه. لو عايز تعمل توليفه كويسه يبقى بتحط على البرميل بتحط عليه قرص، تمام، او قرص ونص جبريليك اسيد، تمام، على البرميل 200 لتر، وبتحط عليه الأسمدة ان بي كي لو عندك مثلا متعادل 18، بس من شركة محترمة يكون خاص بالرش الورقي، تمام، وبتحط عليه الأحماض أمينية، تمام، وبتحط الأحماض الأمينية الأول وبعد كده بتحط الجبريليك أسيد وبتحط السماد. ليه بنحط الأحماض الأمينية الأول؟ عشان تقلل لي البي اتش بتاع المحلول الرش اللي عندي، وكمان لو لقيت المبيد يا ريت لما ترش جبريليك اسيد يكون في الوضع الحامض، ما يكونش الميه اساسا البي اتش بتاعها عالي، تقيسها لو لقيتها ممكن تنزلها باي حمض الفوسفوريك او النتريك تنزلها شويه، ما علينا. وبعد كده بتستخدمه رشا على النبات، والرش بتاعه يكون سريع شويه، ما يكونش غسيل زي ما بنغسل مثلا بالفطري، تمام، والرش دايما يكون على القمم الناميه والنبات هيشتغل معاك زي الفل. بس القصه دي امتى بنرش الكلام ده؟ ركز معايا واصل للاخر. بنرش الجبريليك اسيد يا جماعه لما بيكون عندي نبات واقف، لما بيكون عندي نبات واقف، يعني انا حضرتك النهارده ضربت في دماغك كده في البيت المحمي، تمام، او جيت في شهر 12 وبديت تزرع طماطم،
او زرعت في بدايه شهر 2 او نص الثاني من شهر 1 ابتديت تزرع طماطم بره خارجيه حقلي تمام، والجو برد ما يزال، حطيت الطماطم قعدت 20 يوم شهر ما فيش جديد تمام، يبقى هنعمل ايه في الحاله ديت؟ انا برجح لك انك تستخدم الجبريليك اسيد وتستخدم كمان منشطات الجذور اللي تحت. الجدر لما ينشط من تحت وانا فوق اديت جرعه جبريليك اسيد او بيرليكس تمام، الجذور هتشتغل وهتساعدها الاوراق فوق في الشغل، الدنيا هتبقى كويسه معايا. بس حذاري ما ترشش في عمر النبات غير مره او اتنين، وانا بوض انا عن نفسي ما فيش غير مره، ما فيش غير مره واحده قرص واحد في البرميل وترشه تمام. في ناس بتعيش الوهم وتقول لك ده انا مجرد ما رشيته حصل كذا وكذا وكذا والنبات ابتدى يجري. هو القصة وما فيها ان هو اصلا بيعمل على زيادة انقسام الخلايا بتاعت النبات تمام، وخصوصا في القمم النامية بتاع النبات بيعمل انقسام للخلايا والنبات بيجري او بينبه النبات شوية تمام. ولكن حذار يا جماعة، كتر رش البرليكس بيعمل مشكلة كبيرة جدا، الا وهي الادمان. الادمان والله الادمان، النبات بيدمن الجبريليك اسيد تمام، النبات بيدمنه. ليه؟ هو اول ما بترشه بعد 3 ايام بيديك دفعه كده حوالي اسبوع، وتبص تلاقي النبات حصل له خمول زي اللي هو عزكم الله يعني وربنا عافينا جميعا الجماعه اللي بيشربوا ولا حاجه تمام، اول ما يشرب بيبقى تمام التمام ومزاجه عنب تمام، ابتدى ينزل يقل الكلام ده من جسمه، تبدا الدنيا عنده ما تبقاش كويسه، ويبدا بقى ايه في فقدان العقل بتاعه، وممكن يرتكب محرمات وجنايات كمان. هكذا النبات، هكذا النبات. مشكله النبات انه لو ادمن البرليكس عايز على طول برليكس، وعلى المدى البعيد مش كويس اطلاقا للنبات. من الاخر نرشه ازاي؟ زي انا ما قلت لك. طب من الاخر الحالات ديت زي ما قلت لك البرد الشديد، طب واحد زرع ودرجه الحراره عاليه ونبات الطماطم، بتوع المنيا يركزوا في الحته دي بالذات لان ديت اللي احنا دايما بنستخدمها. فاكرين زمان في المنيا كان عندنا صنف اسمه سوبر جاكال، فاكرين زمان في المنيا كان في صنف اسمه سميره، فاكرين زمان في المنيا النيمة 1400، فاكرين كل الحاجات دي طبعا تمام. الاصناف دي كانت لما هم دايما كانوا يزرعوا، اخواننا المنياويه بيزرعوا دايما من 25/7 و15/7 كمان عشان يلحقوا سوق كويس بيزرعوا، وكان بيساعدهم طبعا في الزراعه ديت ان الرطوبه عندهم قليله والذبابه البيضاء مش كتير عندهم، فكان النبات المشكله ان هو بيقف والورقه بتاعته بتبقى جلديه كده، وبدايه من 15/9 كده يبدا الجو ينزل ندى الصبح، والليل بيطول والنهار بيقل شويه، فيبدا النبات يشتغل. كنا في الحاله دي بنرجح انك لازم ترش برليكس بمعدل 2 قرص للبرميل الواحد ال 200 لتر، مضاف اليه الجرعه الموصى بها من الاحماض الامينيه اللي انت هتضيفها تمام في الحاله دي. يبقى في حاله النبات مواقف سواء بالحر الشديد تمام ماشي، او في البرد الشديد تمام. واحد بيجي يلاقي النبات مفيرس ويقول لك نحط له برليكس، الكلام ده مش هيعمل اي حاجه للبرليكس، هيصفر النبات وخلاص. ليه؟ النبات من الحراره العاليه تلاقي لونه ابتدى يبقى ازرق كاتم يميل للسواد تمام، اول ما بترش البرليكس او الجبريليك اسيد بتلاقي اللون بتاع النبات ابتدى يفتح من فوق كده ويصفر، امر طبيعي جدا عشان حصل شويه لانقسام الخلايا بس، ولكن هيعود بالنفع اطلاقا مش هيعود بالنفع. كل الغرض من الفيديو ده هو ان انا بقول لك حاجه واحده بس، خد بالك من القصه دي كويس، امتى تستخدم البرليكس او الجبريليك اسيد. مش كله وحش، لا، في حاجات حلوه تمام، او في اوقات بنستخدمه غصب عننا، ولكن في حاجات لا داعي اطلاقا لاستخدامه، بل على المدى البعيد النبات بتاعك بيبقى للاسف الشديد النبات بيسرول، والنبات بيكون معاك حجم الورق كبير ولكن رهيف، عرضه للامراض، عرضه للفطريات، عرضه لاي حاجه عندك، فمشاكله كتير جدا، فيا ريت تخف منه، ومش كل حاجه برليكس، وزي ما وضحت لك هي كفايه مره واحده في عمر النبات لو يحتاج، ما يحتاجش خلاص، لان النبات ربنا سبحانه وتعالى مخليه يفرز الهرمونات دهيت في اي وقت، بيفرز الاوكسينات والسيتوكينين والاوكسينات
الجبريليك، وامتى بيفرز وقت النضج يفرز الاسيلين اللي هو هيسوي اي نبات موجود عندك، تمام. وعلى فكره بالمناسبه الاسيلين كمان لما بيقطعوا الموز بيضخوه في الغرف المظلمه المغلقه عشان يسوي الموز، ما فيهوش اي مشكل خالص، تمام. وبعض الناس طبعا بتستخدم الاسيلين برضه في الكنتالوب مثلا، لو عنده كنتالوب عايز يزود الحجم بتاعه شويه بيجيب سفنجه كده حط في معدل معين من الاسيلين وبيحاول يغطس او يبلل السطح الخارجي للكنتالوب ده، هو تمام. ده اللي كنت عايز اقوله وبنبهه على بالنسبه للجبريليك اسيد. شكرا لحضراتكم، بتمنى تكونوا يا رب فهمتوا حاجه من اللي انا قلته. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.